يمكن أن يقوم به الإنسان في هذه الحياة مهما كان هذا العمل. هذا العمل يأخذ درجة من سلم التصاعد بالنسبة إلى الخير، لكل عمل مستوى معين. هذا العمل يقف في الدرجة الأولى، العمل الثاني يقف في الدرجة الثانية، العمل الثالث يقف في الدرجة الثالثة. ولكن هنالك عمل فوق كل الأعمال، وهو القتل في سبيل الله. القتل في سبيل الله، التضحية بالدم، فوق كل عمل يمكن أن يقوم به الإنسان. الإنسان قد يعطي من جهده، هذا العطاء من الجهد نوع من الجهاد ونوع من التضحية في سبيل الله، ولكنه أدنى الدرجات. قد يعطي الإنسان من حصيلة جهده، يعطي من ماله مثلا. هذا العمل نوع من التضحية في سبيل الله، ولكنه يقف في الدرجة الثانية. أما العطاء من الدم، أما إعطاء الروح، أما الخروج من كل هذه الحياة في سبيل الله، فهو فوق كل الأعمال وفوق كل التضحيات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من بر إلا وفوقه بر إلا القتل في سبيل الله، فليس فوقه بر. كل ما يمكن أن يقوم به الإنسان يتضاءل أمام التضحية بالنفس والدم في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذا أعلى درجات الكمال.